هو ده التيس اللي احنا اتفقنا عليه. هو ده اللي اشتبحناه وشفناه وظبطناه. الله عليك الله ينور. وفي لحمه جميله برضك عاجل محل العين اهو. لا ده احنا عايزين شكلنا كده نيجي نقعد هنا بقى بكره بكره نيجي نتعشى من عندك. حته اللحمه دي تنفع ستيك ها؟ دي الكتف دوت ديت السن بالك ودي الدوش ودي الرقبه. ناخدها على بعضيها حنفي مش مشكله اعملها زي ما حالك كده. النهارده قلنا نبر على نفسينا ونجيب بقى ايه. شفتوا الفيديو اللي اياه بتاع الناس اللي جايبين ال ها وحاشين الناس اللي جايبين التيس وحاشين ورق عنب. احنا قررنا نعمله وربنا يستر. كلمنا استاذ جمال جزاره الركن النادر اللي في المينا وقلنا له جهز لنا تيس كده 7 كيلو 6 كيلو صغنن كده على قدنا على قدنا كده عشان ايه. وجبنا ورق عنب هنطلع بقى نعمل ورق عنب ونعمل التيس ونعمل رز بالشبت ده جديد من نوعه وربنا يستر وفرجه. والسود عيونه يا ولا السود عيونه يا ولا السود عيونه السود عيونه يا ولا السود عيونه ذوبتني وفي الغرام غلبتني. زي ما شفتوا يا جماعه جبنا الجثه اهي وحنفي مصمم ياكله ني واحنا عمالين نقنعه ايه يصبر شويه الان. طب هنعمل في ايه؟ طيب بصوا يا جماعه ده تيس وزنه 6 كيلو هنعمل ورق عنب وهنحشيه جواه وندخله الفرن مبدئيا كده. بس ده لازم الاول كده يقعد له ساعه ندعكه بالملح كويس والكركم. الطيب احسن وبلاش نعاند بعضنا ده الطيب احسن يا حبيبي. يا عم بطل لعب بقى يا عم خلينا نخلص. ايه اللي بطل لعب؟ ما احنا بنلعب. بص الناحيه دي اصفر من الناحيه الثانيه معلش. نعمل بقى دلوقتي خلطه بتاعت الورق العنب. طبعا الورق العنب ما بيتحطش عليه خضره في الخلطه بتاعت زي الكروم. دي لحمه مفرومه يعني ازيد من نص كيلو حاجه بسيطه وبصلتين هي مفرومين وزيت زيتون وسماق وبهارات بقى براحتك ملح وفلفل توم باودر زي ما انت عايز. هنبدأ بقى دلوقتي ايه نلف الورق العنب. يعني انا بخلو عشانك وانت بخلو ليا. الورق العنب هنجيب الورقه نخلي الناحيه المطفيه هي اللي هنحشي جواها والناحيه اللي بتلمع هي اللي هتبقى بره. فهمتوا هتعملوا ايه ولا ايه؟ ماشي. طب يلا كملوا انت بقى وحنفي يلا هنا. عادي بالمعادي بقى دلوقتي الخلطه اللي هنتبل بيها التيس ده تمر هندي معجون. معجون تمر هندي. لو مفيش معجون تمر هندي هات تمر هندي عادي ونقعوه ساعه في ميه. التمر الهندي ده ملح جدا يعني مش هتحطوا اي نوع انواع ملح بعد كده لكن لو عاملينه فريش لازم تزودوا له ملح. بعد كده هتجيبوا راس توم زي دي كده هنفصصها وننزلها هنا. يا صباح كده هنجيب جنزبيلة فريش والرقصة عالسادة. بعد كده بقى هنروح مزودين خضرة شبت وبقدونس وكزبرة حلوة ومرية. كده خلصنا الحاجات دي نبدأ نحط البهارات بقى. بابريكا احب كده فلفل اسود اكتر من كده كركم قرفة مية مية. نزود عليهم بقى ايه شوية زيت زيتون عادي بالمعادي بقالنا ساعة سايبينها مع الكركم والملح والدعك ده هنغسلها بقى دلوقتي ايه ننضفها خالص وبعد كده نتبلها ونسيبها بقى بالتتبيلة على الجنب على ما نخلص الورق العنب. قومي مسافرة وهعمل حفلة بس يا ريت ما تجيش على غفلة. طبعا لو احنا اغنياء وعندنا زعفران كنا المفروض ندعكم بزعفران برضه. بعد كده تجيب راس توم زي ما هي اربع خمس روس توم صغننين كده وتروح حاططهم في قلب الخروف في قلب الجدي او الخروف او التيس او التيس او ايا كانت هتعمل ايه. الساعه 8 لابس تيشرت فريق المانيا بصيت لقيت بيته
بقى حاجة تانية والحفلات مليت كده. خلصنا لف ورق العنب بس ايه رأيك؟ لا حاجة زي الزفت بصراحة. استيق لا اول مرة حنفي يا جماعة. بصوا شايفين الشغل. شكرا ليك يا حنفي. احنا سألنا كذا حد ازاي الورق العنب هنحطه ني جوه التيس او الجدي، عشان تيس ممكن الناس في مصر تفهمش التيس. هو هنا اسمه تيس. فالناس قالت على حسب الدبيحة نفسها هتنزل مية جوه ولا هتنشف. فالرأي يعني اللي بعد ما توصلنا له ان احنا هنسوي ورق العنب نص تسوية وبعد كده هناخده نحشيه جوه. وهنا عمر هيقطع لنا بقى بطاطايتين فلفلايتين وكام طماطمايه وجزريتين وبصلايه ترانشات عشان نحطهم يستوي معاهم، وبعد كده هناخدهم في الاخر نعمل بيهم صوص. طب وايه الشوربة دي يا شيخ؟ احنا عندنا شوربة لحمة ضاني كانت عندنا من كام يوم ساعة ما عملنا الرز فنجهزينها عشان نسقي بيها ورق العنب. وعصرنا هنا 4 ليمونات والخلطة اللي تبلنا بيها حاجة بسيطة اللي فاضلة في قلب البتاع في قلب الخلاط هنستخدمها. هتشوف دلوقتي نعملها ازاي. عينيا بقى شكلها نيلة كانت يا ناس حلوة جميلة. عينيا بقى شكلها نيلة كانت يا ناس حلوة جميلة. خلاص بقى بعد ما خلصنا الورق العنب يا دوبك شرب الماء لسه ما استواش ما يتاكلش لسه حنف يعني. ونيجي بقى للجزء الجميله بتاعتنا دلوقتي همشي خلاص. هنرص بقى رص جوه الجثه دي. واهم حاجه ان احنا ما نكبسوش قوي. ما اشوفش مال وما اشوفش يمين. محتاج يا ناس ظبط زوايا. محتاج يا ناس ظبط زوايا. دلوقتي لو شفت عينيا او حتى سلمت عليا. خلصنا الحشو وما كبسناهوش قوي. هنقفله بقى. سلمت عليا لازم تيجي شمال ويمين. طيب يا جماعه للاسف احنا كنا عايزين ندخله كله زي ما هو بالرقبه بس للاسف لازم نخلص من الرقبه. مش ياما وياما هبص خلاص يا ناس مش عارف. شويه الخضار اللي احنا مقطعينهم هنحطهم كده قبل ما نغلف. واي حاجه اشوفها تشوش واشوف حاجات مقسومه بالنص. في بعد هنعمل رز بالشبت يا جماعه. يلا حبيبك قاسي وسابك وهي عذابك. نحط بقى ملح وفلفل. افتح بابك. يلا حبيبك قاسي وسابك وهي. ننزل بقى بالشبت. هندخله بقى الفرن يتحمر من غير اي حاجه. بس مبدئيا بس هنشيل شويه الخضار دول نحطهم في الخلاط هنا عشان هنعمل بيهم صوص. رجعنا التيس تاني عشان يتحمر وشه وخدنا شويه الخضار اللي كانوا في قلب الصال وادي المايه اللي كانت فيه نزلنا لنا شويه وهنضربه كده. هو اصلا طعمه مظبوط بس احنا هنزود عليه صويا صوص وده باربيكيو صوص. طبعا الجريفي صوص ده لو عايزينه اتقل شويه بحط عليه معلقه دقيق. في ناس بتحبه خفيف براحتكم. بس عموما احنا لو هنسيب عليه النار كده واطيه شويه على ما التيس يتحمر هتلاقيه تقل شويه. ايه ليه مين ايوه هو تاني. خلصنا زي ما انتم شايفين ورق عنب الحمد لله مستوي. التوم اهو اللي كان جوه تلاقيه مستوي برده ولطيف جدا. وعاملين لكم كمان شويه حاجات لطيفه بقى. رز بالشبت طعمه خرافي. وده الجريفي اللي عملناه. خدنا الخضار ضربناه في الخلاط وحطينا عليه باربيكيو صوص وحطينا عليه ريد صوص وحطينا عليه صويا صوص. وادي سلطه الزبادي وده اللي كان فاضل من ورق العنب سويناه لوحده. وده بقيته كمان اهو زي ما انتم شفتوا. الموضوع خد شويه وقت بس لكن ما تكلفش فلوس كتير. كام في الدقيقه يا حبيبي؟ التيس لوحده ب 250 والطلبات ب 140. يبقى ده كله كام؟ 390 واحنا حوالي 10 افراد يعني كل واحد هيدفع حوالي 39 40 يعني عشان نراضي حنفي. انا شفت نفس الاكله
التيس بس بالورق العنب كانت عامله حوالي 800 درهم فيعني حوالي نص المبلغ يعني. شكرا ان انتم بتتابعونا وشكرا لمحبتكم واحنا من غيركم يعني مش هنكون موجودين هنا. تابعونا على الانستجرام بتاعنا وتابعونا على اليوتيوب بتاعنا ولو عجبكم اللي احنا عاملينه ده اعمل شير للفيديو ولايك للفيديو الله يكرمك.